بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. معاكم مستر أحمد الباشا، وإن شاء الله هنبدأ مع بعض فيديو جديد من فيديوهات الفوكابلاريز الخاصة ب جريد 6. وفي الفيديوز دي احنا بنتكلم مع بعض في أهم الكلمات والمصطلحات الخاصة بكل درس. اتكلمنا عن مجموعة دروس، وهنتكلم النهاردة عن درس اسمه أكسجين في يونت نمبر 3 لسن 1. في الدرس ده احنا بنتكلم عن او في اليونت عموما دي بنتكلم عن ثلاث غازات، بنتكلم عن الاكسجين وعن الكربون دايكسيد وعن النيتروجين. بنتكلم عن الثلاث حاجات دول، بنتكلم عن الاكسجين وعن الكربون دايكسيد وعن النيتروجين. كل واحد فيهم هنمسكه ونقعد نتكلم عنه. خلاص، هنمسك دلوقتي الاكسجين. اول كلمة في الأول، الدرس ده درس سهل جدا، احنا بنتكلم فيه عن يعني ايه اكسجين، وايه الاكسجين ده مهم في ايه، وشكله ايه، وبيتكون من ايه، وكلام من ده. خلاص، فاحنا بنتكلم عن الاكسجين عموما في الدرس ده. تعال نبدأ بأول حاجة، جرافيتي. ايه علاقة الجرافيتي بالاكسجين؟ جرافيتي اللي هي الجاذبية. ما هو دلوقتي الهواء ده، الهواء المحيط بكوكب الأرض ده مشدود للأرض عن طريق الايه؟ عن طريق الاكسجين، صح ولا لأ؟ يعني الهواء اللي هو في حوالين كوكب الارض ده مشدود للارض، خلاص، عن طريق الجرافيتي. انا قلت اكسجين مشدود للارض عن طريق الجرافيتي. فانت مثلا عندك غلاف جوي، عندك هواء اكسجين وكربون دايكسيد ونيتروجين وكلام من ده، كل دول مشدودين للارض، عشان لو ما كانش فيه جرافيتي كانوا مشيوا، وكانوا الهواء ده ساب الارض ومشي في الفضاء بقى. يبقى جرافيتي يعني جاذبيه، جرافيتي يعني جاذبيه. air pollution، air pollution يعني تلوث الهواء، air pollution يعني تلوث الهواء. combustion، combustion الكلمة دي تتنطق combustion، combustion على طول، أو combustion، الاتنين صح. ومقصود بكلمة combustion هي الاحتراق أو الحرق، إن الحاجة تتحرق، إنك تحرق الحاجة، أنت كده بتعمل combustion. وعلى فكرة، والكلام ده لسه هناخده لما ناخد الدرس، يعني اي احتراق او اي حريقه بتتم، هي بتتم بسبب وجود الاكسجين. ما ينفعش يكون في احتراق وما فيش اكسجين، لازم ايه بالاكسجين او الاكسجين بيستخدم في عمليه الايه، البيرنينج او عمليه الكومباشن، عمليه الحرق يعني، او عمليه الاحتراق. ماشي. كونسيوم يعني يستهلك، كونسيوم يعني يستهلك، كلمه كونسيوم يعني يستهلك. انت مثلا لما بتحرق حاجه، فانت بتاخد الاكسجين الموجود في الجو، فكونسيوم دي انت بتستهلك الاكسجين. ديكومبوزيشن، ديكومبوزيشن يعني تحلل، ديكومبوزيشن يعني ايه؟ تحلل، ديكومبوزيشن يعني تحلل. كومباين، كومباين يعني يتحد، يعني مثلا حاجه بتتحد بحاجه. انت عندك مثلا الجاز مثلا اللي هو الاكسجين بيتحد مثلا مع كربون فيكون لي كربون دايوكسيد. مثلا اللون اللي قدامنا ده مثلا لون ريد مع لون بلو يدينا ايه؟ يدينا لون جديد، فده اسمه كومباين، ده بيتحد. ماشي. اوكسيديشن، اوكسيديشن يعني الصدى، ان الحاجه تصدي. فكره ان الحاجه تصدي دي اسمها اوكسيديشن. يعني ايه اوكسيديشن؟ انت مثلا عندك ايرون، عندك حديد، فالحديد ده بيصدي، فالفكرة بقى في الصدى ده اسمه اوكسيديشن، ان هو الحديد يجي عليه اكسجين فيصدي. انت مثلا لو عندك مسمار مثلا، فالمسمار ده سبته مثلا اسبوع في البلكونة مثلا، خلال الاسبوع ده الاكسجين او الاكسجين اتحد بالايه؟ بالحديد، بالايرون، وكون طبقة اسمها راست، وعمل هو كده عمل عملية اوكسيديشن، اتاكسد، بقى في اكسجين في الموضوع، بقى في اكسجين ايه في الموضوع. ماشي، يبقى كده ايه؟ عمل اوكسيديشن. طيب لاستر، لاستر يعني لامع. كلمه لاستر يعني ايه؟ كلمه لاستر يعني لامع، بيلمع. الحاجه لما يكون عندها لاستر يعني تكون بتلمع، لاستر، لاستر يعني لامع. ايروجن، ايروجن يعني تاكل، ايروجن يعني ايه؟ تاكل، ايروجن. ستوف، ستوف يعني فرن، ستوف يعني فرن.
فايتال، فايتال يعني حيوي، حاجات حيوية يعني التدريبات والتمارين والكلام من ده. وطبعا ده احنا بنحتاج فيه اكسجين، فايتال. سلندر، سلندر يعني اسطوانة، اسطوانة يعني سلندر، سلندر يعني اسطوانة. غطس يعني دايفنج، دايفنج يعني غطس. طبعا الدايفنج ده، الغطس ده احنا بنحتاج له اكسجين، انابيب الاكسجين. راديشن، راديشن يعني اشعاع، راديشن يعني اشعاع، راديشن. كومبوزيشن، كومبوزيشن يعني تركيب، لما يكون الحاجة ليها اكتر من مكون او ليها مكونات كتير فاحنا بنقول كده الكومبوزيشن بتاعها كذا. كومبنسيت، كلمة كومبنسيت دي كلمة مهمة جدا، وخلينا اقولها لكم لان احيانا انتوا يعني دي من الكلمات الرخمة اللي تيجي في الدرس، يعني لما بنشرح الدرس بتيجي نتكلم عنها بتبقوا مش فاهمانها. بص، كلمة كومبنسيشن يعني يعوض. ايه بقى الموضوع؟ انت مثلا عندك البشر والكائنات الحية وكده، دولت بياخدوا الاكسجين، خلاص. طيب مين اللي بيطلع بقى اكسجين؟ ما هو انت دلوقتي انا كانسان خدت الاكسجين في الجو، طب ما احنا كده، احنا كده كبشر هنخلص على الاكسجين اللي موجود، يعني هنشفط كل الاكسجين وشكرا يعني. لا، في بقى كائنات بتطلع اكسجين، يعني احنا بناخد اكسجين وهم بيطلعوا اكسجين، اللي هي الايه، البلانت. فالبلانت بيعوض اللي الانسان خده، بيعمل كومبنسيت، بيعمل تعويض. فهمتوا كده الفكره؟ بيعمل تعويض للايه، لل اللي الانسان استهلكه. فهمتوا؟ بريباريشن، بريباريشن يعني تحضير. يعني ايه تحضير؟ احنا في الدرس ده هنتعلم ازاي نعمل اكسجين، ازاي ان احنا لو عندنا مثلا مصنع والمصنع ده بيعمل اسطوانات اكسجين او بيعمل انابيب اكسجين، علشان طبعا الاكسجين ده ليه استخدامات كتير جدا غير التنفس. بس نفترض ان انا عندي مريض مثلا عيان وعاوز اديله اكسجين، فبجيب له انبوبه اكسجين. فبنتعلم في الدرس ده ازاي بنعمل اكسجين. كلمه بنعمل دي يعني بريبير، بريبير يعني نحضر، نحضر الاكسجين في اللاب. ماشي، يبقى prepare يعني يحضر أو بيحضر الحاجة نفسها. طيب ability، ability يعني إمكانية، ability يعني إمكانية، ability. أثقل يعني heavier، heavier يعني تقيل، أثقل يعني إيه؟ heavier، heavy. الحاجة لما تكون heavy بتبقى يعني تقيلة، يعني دي كده اسمها heavier. iron rust احنا شرحناها من شوية، زي الاكسوديشن. يعني ايه اكسوديشن؟ ان الاكسجين يتحد بالايرون بيكون طبقة لونها بني، الطبقة اللي لونها بني دي اسمها iron rust، اسمها ايه؟ iron rust. دي الطبقة الايه؟ دي الطبقة اللي هي اللي هي الصدى، يعني اللي على الايه، الحديد. scale يعني ميزان، سكيل يعني ايه؟ ميزان، سكيل. الكلمة اللي جاية دي مهمة جدا، اكستنجوش، اكستنجوش، اكستنجوش يعني يطفئ، اكستنجوش يعني ايه؟ يطفئ. انا لما عندي حريقة مثلا وعاوز اطفيها فانا بعمل لها اكستنجوش. فكلمة اكستنجوش من الكلمات المهمة جدا اللي مفروض ان احنا نكون حافظينها وعارفين بتتكتب ازاي، لان هي كلمة مهمة جدا، اكستنجوش. كومبريس، كومبريس يعني يضغط، كومبريس يعني ايه؟ يضغط، يعني يضغط برضو. انت لما بيكون عندك مثلا انبوبة فانت بتضغطها، ماشي، و او سوري بتضغط الاكسجين جواها، فانت كده ضاغط الاكسجين جوه الانبوبة دي، فانت كده عامل كومبريس للاكسجين انسايد سلندر، ضاغط الايه، ضاغط الايه، الهواء جوه السلندر دي. سيرجرس يعني جراحات او جراحة طبية، سيرجرس. ويلدنج يعني لحام، ان نلحم الحديد وكده يعني. دي مجموعة الكلمات الخاصة ب listen الاكسجين، وهي على فكرة سهلة جدا، محتاجة بس منك انك تركز على الحاجات اللي انا شرحتها كتير وتحفظهم واحدة واحدة، عشان الدرس ده سهل، ولما بتحفظ الكلمات بتلاقي ان الدرس بقى تافه جدا. فانت مهم انك تقعد تحفظ الكلمات دي
وتركز فيها. تعالى نقرا الكلمات تاني من الاول. احنا قلنا الدرس ده اسمه اكسجين، اول كلمه جرافيتي، اير بوليوشن، كومباشن، كونسيوم، ديكومبوزيشن، كومباين، اوكسيديشن، لاستر، ايروجن، ستوف، فايتال، سلندر، درايفنج، دايفنج، سوري دايفنج، راديشن، كومبوزيشن، كومبنسيت، بريباريشن، ديسبليسمنت، ابيليتي، هيفير، ايرون راست، سكيل، اكستنجويش، كومبرس، كومبرس، سيرجرز، ويلدينج. بكده نكون خلصنا الكلمات الخاصة بدرس الأكسجين، وتقابل إن شاء الله في فيديو جديد. كنت معكم مستر أحمد الباشا، باي باي.